اليمانية أنتوا من بغداد. أمال. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف يعني لا تروح، وقف زين. ايه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. هذه المقبرة رمز من رموز الدينية، وتمثل ونخدم المقابر الموجودة للمسلمين. ونشأت هذه المقبرة بعد وفاة الحسن البصري، وكانت الناس تدفن حول الحسن البصري، تيمنوا بهذه الشخصية الدينية المعروفة. فنشأتها تقريبا أكثر من 1200 سنة أو 250 سنة، ولها شواخص كثيرة من المسلمين وشواخص من العلماء الذي سكنوا في البصرة، ولكن قبورهم كلها اندرست لتعرضها للسيول التي تأتي من الجزيرة العربية على هذه المقبرة. ومن الرموز الباقية الآن هو الحسن البصري وابن سيرين، الذي عاشوا سوا في هذه الفترة، فترة من خلال الخلافة الراشدة والدولة الأموية. ولكن أكو شخوص باقية الآن، هو خاصة الشاعر بدر شاكر السيار، الذي يزار من قبل كثير من العرب ومن الأجانب لهذه الشخصية المعروفة اللي ضرع له الشعر الشعر. والمقبرة هذه تمثل رمز من رموز الإسلام، وكان وهذا الضريح للحسن البصري تم ترميمه من قبل السلطان مراد، السلطان العثماني، قبل 1400 سنة الطريقة السلجوقية. وبها شخصيات، هم كثير من الشخصيات مثل هذه القبة، مثل الوالد العثماني الله يبيك، وبعض الشخصيات الموجودة مثل مثل في البصرة موجودين. ولكن أكثرها درست القبور، وبقت هذه القبور شاخصة هي الحسن البصري والسيد. زين، تقريبا ايش قد مساحة هاي المقبرة؟ حوالي 157 دولار حاليا يعني، لكن هي كانت أكثر، لكن مع مرور التطور المدني اللي وجد في هذه منطقة الزبير قلت مساحته، بقى حوالي 152 أو إلا 157 دولار. زين، أكو مثلا مناطق أخرى، محافظات أخرى يجيبون موتاهم هنا يدفنون؟ حتى الآن موجود يدفن فيها، خاصة من محافظة الناصرية ومن العمارة والسماوة، خاصة جماعة البادية الموجودين في بادية السماوة الجنوبية، ومن أهالي البصرة الموجودين هذان يدفنون. زين، شلون مثلا المساحة يعني مقبرة؟ نعم، هسه يقدر يستقب الموتى؟ والله لا، هي موجودة تستوعب عشرات السنين. مساحتها كبيرة يعني بيها مجال كبير كثير من المسافة خالية. المدينة البصرة كلهم يجيبون أهل البصرة، هم أهل السنة أغلبهم. أغلب أهل السنة يدفنون موجودين، بعض منا داخل في أي جون لا يدفن. يعني بلا زحمة أشرت إلى هاي المقبرة، مقبرة سنية وأغلبيتها حوالي 95% هي سنية. يعني هاي المقبرة مثل المقبرة بالنجف، شو يسمون؟ وادي السلام. وادي السلام. نعم، نفس تقريبا، هي نفس الشيء يعني. نفس الشيء، بس هو هاي للسنة وهاي طاف الشيء يعني وادي السلام. أنت تشتغل هنا؟ نعم. كم سنة تشتغل؟ صار لي حوالي حوالي 18 سنة. 18 أنت تشتغل داخل هاي المقبرة. بس شلون الناس يعني يعرفون؟ هو مكتوب أسماءهم على هاي القبور؟ مكتوبة ومبنية، وحسب أكون طريقة البناء مالهم، منهم يبني على الطريقة البغدادية، يعني تكون شكل محدب
اكو واحد قديم على هسه الطريقه الجديده مثل الموزايك يستخدمون، اكو مثل طريقه الطابوق الحديث المثقب، او يستخدمون البلوك او السمنت في البناء حسب يعني شخصيه الانسان اللي يغب يبني. اها زين.